أهلا بيكم في مجلة الحياة. جميلة الجميلات وأميرة السينما المصرية الفنانة مديحة كامل عاشت حياة مميزة وصعدت لقمة النجومية، لكنها فجأة قررت اعتزال الفن وبدأت رحلتها مع الله لحد وفاتها في شهر رمضان. هنشارك معاكم لغز اعتزالها الفن وبعض المحطات في حياتها الشخصية والفنية. لغز اعتزال الفنانة مديحة كامل محير للجميع، وتساءل عدد كبير عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها. وهي بتصور فيلم بوابة إبليس شعرت وهي أمام مرآة الأستوديو إن وجهها وجه شيطان، والغريب في الأمر إن الفيلم كان اسمه بوابة إبليس وتكرر المشهد أكتر من مرة، لدرجة إنها حست بخوف شديد من النظر في المرآة، فكلمت المنتج وقالت له إنها اعتزلت التمثيل بدون رجعة. وفي السنوات الأخيرة من حياتها ارتدت الفنانة مديحة كامل الحجاب وعاشت أوقات مؤلمة مع المرض امتدت حوالي 10 أشهر وهي طريحة الفراش. وانتشرت كتير من المعلومات المغلوطة والشائعات حول وفاة الفنانة مديحة كامل وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، فصرحت بنتها إن والدتها لم تكن مصابة بالسرطان زي ما تداول البعض، ولكنها أصيبت سنة 1986 بالروماتويد، وبعد مرضها اعتزلت الفن وكانت حياتها ماشية بشكل طبيعي، خصوصاً بعد متابعتها مع طبيب أجنبي إداها دواء كانت بتتناوله بانتظام وكانت بتمارس حياتها بشكل طبيعي. وبعدها بفترة بالتحديد سنة 1992 تسبب الروماتويد في إصابتها بمياه على القلب وتم علاجها بالكورتيزون وتحسنت صحتها بشكل كبير، ورجعت مرة تانية لممارسة حياتها وأدت فريضة الحج سنة 1995. وعن تفاصيل يوم الوفاة، كانوا في شهر رمضان وتسحروا وكانت مديحة كامل طبيعية جدا، وأثناء انتظارها لصلاة الفجر اتحدثت مع مجموعة من صديقاتها في التليفون كانت بتحسهم على صلاة الفجر، وبعد أدائها للصلاة دخلت غرفتها للنوم، وكانت في الفترة دي بتحفظ سورة البقرة وبتضع كتيب جنبها عشان تتابع الحفظ بعد صلاة الفجر، واعتادت على ضبط المنبه الساعة 12 عشان تؤدي صلاة الظهر، فسمعت بنتها صوت المنبه بشكل متواصل على غير العادة فذهبت عشان تصحيها، لكنها ما ردتش عليها وما خطرش على بالها اللحظة إنها توفيت لأن وجهها كان مضيء وجسدها كان لين، فاعتقدت أنها أصيبت بإغماء، فنقلتها هي وزوجها المعهد القلب بجوار منزلهم وأعطوها صدمات كهربائية لإنعاش القلب، وبعدها أخبروهم أنها توفيت. وبعد وفاتها يوم 13 يناير سنة 1997 وجدت بنتها في دولاب والدتها الخاص عدد من الكتيبات الدينية اللي بيتم توزيعها في العزاء صدقة على روح المتوفي، فطبعتها الفنانة مديحة كامل واحتفظت بيها وما قالتش لحد، وبالفعل تم توزيعها بعد وفاتها، واكتشفوا كمان الكثير من الأعمال الخيرية اللي كانت بتقوم بها في الخفاء. وانتقالاً لحياتها الخاصة، تزوجت الفنانة مديحة كامل 3 مرات، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال محمود الرئيس وأنجبوا بنتهم الوحيدة ميريهان، وزواجها الثاني كان من المخرج السينمائي شريف حمودة، أما زواجها الثالث والأخير كان من المحامي جلال الديب. والجدير بالذكر أن الفنانة مديحة كامل اتولدت سنة 1946 وهي في عمر 16 سنة اتجهت للقاهرة بحثاً عن حلم النجومية، وبعد نجاحها في أول أدوارها حصلت على لقب أحسن ممثلة مدرسية، وقتها قدمت دور الرابعة العدوية في المدرسة. ومن البداية كان طريق الفنانة مديحة كامل لعرش النجومية مش سهل أبداً، فقابلت الكثير من المحطات الصعبة اللي وصلتها لقمة مجدها، فشاركت في عدة أدوار صغيرة في السينما والمسرح وقامت بالعديد من عروض الأزياء، والتحقت بكلية الأداب جامعة عين شمس سنة 1965 لمواصلة دراستها مع محاولتها لصعود سلم النجومية، ونجحت في الوقوف أمام وحش الشاشة فريد شوقي في أول بطولة ليها من خلال فيلم 30 يوم في السجن نهاية الستينيات، وبعدها اختفت عن الأنظار لفترة، لكنها عادت مرة تانية من خلال أدوار البطولة، وكان التحدي كبير ليها مع المخرج كمال الشيخ لما وافقت على بطولة فيلم الصعود إلى الهاوية مع النجم محمود ياسين، وده الدور اللي هربت منه أغلب نجمات السبعينيات. وأعلنت مديحة كامل عن نفسها كممثلة من العيار التقيل، مش مجرد وجه جميل يصلح فقط في أدوار الإغراء، وخلال مشوارها الفني قدمت ما يزيد عن 70 فيلم. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا إيه هو أكتر عمل بتحبوه للجميلة مديحة كامل، واستنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.